باسل. هاي منتجات إيرانية. والله يا خيو قاطعناك كل الهي. شو جسم عم ثورك بالنسبة للبضاعة الإيرانية يتواجد عندنا هلا بالأسواق أكثر شيء بسبب الرخص، مثلا مثل الكيوي، الكستنا، الفريز، البرتقان والتمر. هذول من التجار من كثر لأنها رخيصة. عندنا هون الشعب فقير، عرفت ليش؟ هون الشعب فقير يعني عم بيركض على الأرخص، وعندنا هلا التجار كلها مثلا عم بتجيبها لأنها رخيصة. لهالسبب هاد عندنا البضاعة الإيرانية منتشرة وكثير، مثلا لأنه كل شيء رخيص. للبضاعة الإيرانية اللي عم تفوت لعنا من عند تركيا، من معابر تركيا أو من عند معابر النظام تهريب، هاي عم تفوت لعنا. يعني المشكلة وهي عم تيجي عنا أرخص من بضاعة تركيا لحتى عم تفوت لعنا. نحن على بالنسبة لمصلحتنا نحن الخضرة، تجار الخضرة عم تفوت عنا التفاح والكيوي. وشلون يعني عم يفوتونا هالرزق هذا لهون إيران وهن عم يحاربونا ويقاتلونا ويهجرونا، وعن إحنا عم نقوي لهم اقتصادهم وعم نفوت لهم رزقهم لعنا وعم نتعامل معهم. المشكلة إنه البضاعة الإيرانية عم تفوت لعنا رخيصة، وعنا نحن شعبنا فقير تحت الصفر، فقير شعبنا تحت الصفر، صار ما في كله فقر فقر فقر. والبضاعة عم تيجي الإيرانية أرخص من التركية، وهاي اللي يعني اللي عم فوتوا للبضاعة التركية. مشان هيك الحلول مقاطعة البضائع الإيرانية إنه يرخصونا البضاعة التركية والبضاعة السورية وجماعة المعابر يخففونا الضرائب، هاي الحلول أهم شيء. من ساعة من هذيك من الغية لجماعة إيران. محمد ولا حلو فيه؟ والله رأيك بلقاء بحفظ الحلو. بالفترة الأخيرة شفنا كسافل للبضاعة الإيرانية هون بالشمال السوري، ونحن شيء أكيد يعني ضد هذا الشيء وضد تفوت بس لو أبرع الشمال السوري، انه هي ايران سبب كانت بالمجازر اللي ارتكبتها عنا وين ما كان، كل باي منطقه بسوريا، وهي كانت سبب لتقتيل اطفالنا ولتهجيرنا لهونا، كانت اكبر سبب. ونحن بنطالب المسؤولين عن هذا الشيء يقاطعوا ايران وبضاعه ايران، ويقاطعوا اي دوله ساهمت مع النظام لو بحرق فقط مع النظام. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. اولا اريد ان اؤكد اننا كسوريين عامه و في حكومة الإنقاذ ضد أي نوع من أنواع التعامل مع إيران المجرمة التي قتلت وشردت الملايين من أهلنا، وهم أعداؤنا في الجبهات العسكرية والاقتصادية. وهناك قرارات واضحة للمعابر بعدم التعامل أو السماح بدخول أي منتج إيراني إلى المناطق المحررة. أما بالنسبة للبضائع الموجودة في الأسواق المحررة، هناك ضعاف نفوس يقومون بجمع البضائع الإيرانية في مستودعات داخل تركيا، ومن ثم يقومون بتغيير الغلاف أغلفة هذه المنتجات، ومن ثم يتم إدخالها بطرق غير شرعية إلى المناطق المحررة. وأيضا هناك طرق تهريب من مناطق سيطرة قسد إلى المناطق المحررة.